لأهلنا المتضررين من الزلزال. يعني حتى الآن المحافظة للأسف يعني قدمت 805 ضحايا نتيجة هذه الكارثة المفجعة، وأكثر من 1300 إصابة. يعني حاليا 47 مركز إيواء منتشرين يعني في كافة بقاع محافظة اللاذقية، بالإضافة إلى العديد من لجان السلامة التي تقيم سلامة الأبنية هنا في محافظة اللاذقية. وللإطلاع على تفاصيل أكثر بما يخص يعني المباني وعمل لجان السلامة هنا في مدينة جبلة، معي السيد أحمد قناديل رئيس بلدية جبلة، يعطيكم العافية. أسعد أوقاتك. بدنا نعرف أكثر يعني عن عمل لجان السلامة حتى الآن، يعني وإلى أين وصلوا وما نتيجة تقييماتهم المبدئية حتى الآن؟ أختي الكريمة، لك حصيلة أولية من أول يوم بالزلزال. عدد الكتل الأبنية التي تهدمت بشكل كامل 20 كتلة سكنية مختلفة الطوابق، 3 طوابق 5 طوابق إلى 7 طوابق، يعني 20 كتلة سكنية. وهناك حوالي أكثر من 20 بناء بحاجة إلى هدم فوري، وتم إخلاء ساكنيه والأبنية المجاورة له بانتظار إلى من سوف أجل التي سوف تقوم بالهدم، لأن هناك أختي كارثة حقيقية في مدينة جبلة من حيث الدمار ومن حيث عدد الإصابات ومن حيث عدد الجرحى، لأنه كارثة حقيقية في جبلة. وطبعا بالتوجيه من السيد المحافظ تم تكليف في نقابة المهندسين باللاذقية، إضافة إلى جامعة تشرين مشكورة وجميع المهندسين في مدينة جبلة، تم تشكيل عدة لجان على الكشف على الأحياء، لأن طبعا في مدينة جبلة حوالي 16 حي، وهذا مجال كبير والنطاق مجلس مدينة جبلة كبير، حيث هناك أكثر من الإحصاء أكثر من 15,000 كتلة سكنية بحاجة إلى كشف فني لإعادة النظر بها، هل هي صالحة للسكن أم إنها بحاجة إلى ترميم أو بحاجة إلى إخلاء. لذلك العمل كبير كما ذكرت لك، والكادر الكافي حتى هذا اللحظة تقريبا تم إنجاز أكثر من 60% من الكشف على هذه الأبنية، متوقع أنه نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله يتم الكشف على أغلب الأبنية السكنية. من ناحية الأبنية السكنية التي لازم هدومات، تم تشكيل محضر بهذا الخصوص، وتم إرسال كتاب للسيد مدير المنطقة مشان عدم حدا اقتراب إليها، وتم إبعادنا وتغليفها بشكل عن طريق الشرايط مشان عدم الاقتراب منها منعا للخطورة السلامة العامة. والعمل مستمر كما ذكرت لك، وإن شاء الله يعني متوقع الانتهاء من هذه العملية بأسرع وقت ممكن. هل عدد المهندسين كافي أم أنكم يعني اليوم صباحا كان معنا وفد من جامعة دمشق، عميد المعهد يعني العالي للبحوث الزلزالية يعني الدكتورة هالة حسن، وعدد من المهندسين القادمين كمتطوعين يعني للمساعدة هنا، هل عدد المهندسين كافي لإنجاز هذا العمل الضخم؟ هل اللجان كافية بالمحافظة حتى في مدينة جبلة؟ ونحن اليوم كان عندنا لقاء مع السادة الدكتورة هالة ومع الفريق الإله، وتم الكشف على الأبنية القديمة والأبنية التي بحاجة إلى دراسة معمقة، ويعني ندعم يعني مثل دعم للفريق بس عندنا مشكلة أختي الكريمة، أغلب الناس ما عم تبدأ إلا بتأخذ لجنة الكشف حتى على الشقة السكنية للتقطن، غير خوفا إنه والله أنا مقتنع بس زوجتي أو أولادي غيرها مقتنعين، إنه بدنا نعتصم عم نعمل يعني دكتور نفسي إنه بس مشان إعادة الناس، ولكنها حالة خوف عام. نعم، ولكن يعني بعد طبعا الأولوية لإنقاذ الضحايا ولمساعدة يعني أهلنا يلي تضرروا من الزلزال وخرجوا من منازلهم، ولكن أيضا يعني يجب ألا ننسى أن مدينة جبل القديمة يعني مصنفة عالميا كتراث عالمي من قبل اليونسكو، هل هناك يعني خطوات فيما بعد لاحقة للإطمئنان يعني على حال هذه المدينة، هل تضررت نتيجة الزلزال؟ والله المدينة القديمة متضررة بشكل كبير، أكثر من 80% الحجر منها بعضه من السقاط، وفي أعمدة وجدران هاوية يعني بحاجة إلى إعادة نظر. وتم اليوم الاتصال مع معاون رئيس دائرة آثار جبل الأستاذ جمال، ووضعته بالصورة، لأنه مشكلة أنه ما فين أهدم حيط، يمكن أن تعرف البلدة القديمة إلى خصوصيتها، في ضرر حوالي 80%.
من الأبنية القديمة في مدينة جبلة بحاجة إلى إعادة نظر، بحاجة إلى فنيين مختصين بهذا الموضوع. يعني شكرا كثير لك ويعطيكم ألف عافية. يعني أيضا اليسار، يعني كما نرى بعدسة الزميل علي مقصود، يعني بعد ما أن اطلعنا على الأوضاع الحالية، يعني لابد من الإضاءة على عمل يعني الفرق المختلفة التي أتت هنا للمساعدة، ومنها منظمة كاريتاس التي تعمل هنا في هذه المدرسة على توزيع المساعدات وتقديمها. بنرحب بحضرتك وبتعرفينا بحضرتك. أنا اسمي جورجينا كريسكو، ممثل المدير التنفيذي لكاريتاس سوريا، مديرة منطقة الساحل. خبرينا عن الاستجابة، يعني الاستجابة الطارئة اللي حضرتكم قدمتوها لمساعدة أهلنا هنا. الحقيقة نحن من وقت ما صار هالزلزال نحن وصلنا ليلنا بنهارنا، في كتير قدمنا آلاف المساعدات مختلفة، إن كانت ريدي فور إيت، المواد الغذائية، المياه، الحاجات، الفرشات، الحافات والمنظفات، وغطينا اللاذقية، محافظة اللاذقية، ونحن هلا بتوجه ان شاء الله بكره على منطقة سطامو لحتى نقدر نساعد ونخدم. كاريتاس هي الجناح الخيري للكنيسة الكاثوليكية، وبنعمل على 100، هي كونفدرالية ل 170 دولة، وسوريا هي وحدة من هالدول اللي عم تقدم، وكاريتاس سوريا مركزها الرئيسي في دمشق. نعم، بس حضرتك بدنا نعرف اكثر، يعني هل ستقدمون مساعدات اخرى يعني بالاضافه للمساعدات الاغاثيه؟ هل سيكون هناك يعني مخططات ان شاء الله مستقبليه بالمستقبل اللي كثير قريب نقدر نساعد بالشكل الامثال لدعم واستقرار وامان اهالي بلدنا ان شاء الله؟ يعطيكم الف عافيه، شكرا كثير لك. وايضا يعني لابد من الاضاءه على عمل الامانه السوريه للتنميه، يلي فعلا من اول يوم كانت الاستجابة يعني والجهود المبذولة يعني لا توصف. يعطيكم العافية. الله يعافيك يا هلا. خبرينا عن طبيعة العمل هنا في مركز الإيواء، يعني خاصة مع تواجد هذا العدد الكبير من الأطفال والنساء، يعني والوضع يعني فعلا مؤلم وموجع، ولكن يعني بدنا نعرف منك أكثر عن الوضع هنا. أول شيء الحمد لله على سلامة الجميع. نحن الأمانة السورية موجودة هون بمركز مدرسة الوحدة لتقديم المساعدة مع كافة المنظمات، عبارة عن تشبيك. نحن موجودين لمساعدة كافة الأشخاص، أطفال، عجزة، رجال، النساء، تقييم احتياجاتهم لحتى نحن نقدر نلبيهم، بالإضافة لتشبيك مع كافة المنظمات والمجتمع المحلي اللي كمان عم يقدم مساعدات. نحن بنعمل على تشبيك وتقديم المساعدة لهدول الأشخاص. بالمرحلة الأولى تم فتح المدرسة بحالة الإغاثة، فيما بعد تم التشبيك مع المنظمات وتقديم المساعدة. الخطوة اللي هلا عم نشتغل عليها هي رصد الاحتياجات الموجودة عند الأطفال، من تقييم احتياجاتهم، من حاجات شخصية، حاجات جسدية، حاجات نفسية. بالإضافة المرحلة القادمة رح تكون هي حسب كل طفل شو الحالة النفسية اللي ممكن هو يتعرض لها، شو الصدمة، كيف رح نشتغل معها. هي كلياتها رح تكون بالخطة العمل القادمة إن شاء الله. شكرا كثير لحضرتك ويعطيكم ألف عافية. يعني كما نرى بعدسة الزميل علي مقصود، يعني كيف يتم العمل هنا في هذا المركز. أيضا يعني لابد من يعني الإضاءة على أحوال أهلنا هنا في مدينة جبلة. بدنا نقول أول شيء يعني بدنا نسلم على العمون، نقول له يعطيك العافية عمو. الحمد لله على سلامتكم. بتخبرنا بس اليوم لما صار الزلزال حضرتكم كيف طلعتوا؟ حضرتك من سكان مدينة الفيض، منطقة الفيض عفوا. والله طلعنا شي الساعة 4 الصبح تحت الأمطار والشتاء والهواء. كيف عم تلاقي هون الوضع بالمركز؟ الوضع هون الحمد لله كويس. يعني ناقصكم شي؟ محتاجين شي؟ ما محتاجين شي الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. إذا يعني اليسار كما تابعنا سويا، يعني العمل قائم على قدم وساق لمساعدة أهلنا المتضررين من الزلزال. وكما ذكر أيضا رئيس بلدية جبلة الأستاذ أحمد قناديل، سيكون هناك خطوات بما يخص أيضا المدينة القديمة بعد الانتهاء من الاطمئنان على يعني مساكن أهلنا هنا في مدينة جبلة. عودة إليك. شكرا لك ديما كناني، شكرا على الصورة والمعلومات التي نقلتيها. فعلا لقاءات حاليا هامة تحديدا بهذه المرحلة من العمل. شكرا لك ديما. برجع لعندك بقول لك السؤال اللي كنت بدي أقول لك يا هيك، ولا تكمل أفكارك؟ أو تفضل. أنت كنت، أنا لما قاطعناك ورحنا لعندي